من رحم معاناة الجسم الطبي هذه الأيام في معركته مع كورونا، نسلط الضوء على جنود الكادر الطبي وتضحياتهم، سيما بمناسبة اليوم الوطني للطبيب الذي يحل في 3 مارس من كل عام. وتزداد أهمية الاحتفال بالأطباء وتسليط الضوء على دورهم هذا العام، سيما مع الجهود اللافتة التي يبذلها الطبيب كونه خط الدفاع الأول في الجائحة التي تعيشها البلاد والعالم أجمع. نتابع تقرير الزميلين فهد الزايد وعايد الشمري. يوم وطني للطبيب في الكويت، وهذه المناسبة تزداد أهمية الاحتفال بها في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء في مواجهة كورونا. وكانت هناك بادرة مجتمعية للاحتفال بأطباء الكويت وتخصيص يوم وطني للطبيب. وكما هو معروف أن الأطباء منذ السنة السابقة لا زالوا يمرون بظروف استثنائية وقاسية وتحديات وإجهاد، وهم يكافحون كفاحا مستمر للقضاء على وباء كورونا والتضحية بأرواحهم في سبيل الوطن وحفظ سلامة المواطنين والوافدين على هذه الأرض الطيبة. جائحة عالمية والدول كلها تستنفر، كل مش بس وزارة الصحة يعني، حتى الوزارات الأخرى يعني هذا عمل، أو الجائحة هذه تتطلب عمل في الغالب جميع الجهات، حتى الناس العادية يعني بتثقيفهم وكذي. وقاعد نحاول نسوي كل اللي نقدر عليه يعني. يمكن أنت تعرف، يمكن إحنا ممنوع ناخذ إجازات حاليا يعني، فمثل ما تقول احنا يعني استنفار كامل يعني. هذا احنا خط الدفاع الاول يسمونه الجيش الابيض، واحنا لازم نضحي يعني في سبيل انتهاء هذه الجائحه. اذكر كثير من اطبائي استشهدوا في سبيل الوطن وفي سبيل انقاذ يعني المجتمع، وهذا واجبنا يعني احنا نقدمها، يضحينا باجازاتنا يعني. انا طول من بدايه الجائحه لغايه الان لم اخذ اي اجازه، وكثير من زملائي برضه ما اخذوش اي اجازه، فهذا واجبنا ان شاء الله حتى نهايه الجائحه. واقتداء بأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظ الله ورعاه عندما صرح بأجمل الكلمات، عندما قال: أشيد بجهود وزارة الصحة بكوادرها وأطقمها الطبية. سعدني أن ألتقي بإخواني وأبنائي من كوادر الطواقم الطبية الذين يحملون على كاهلهم أمانة الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة بكل تفاني وإخلاص، فقد أثبتوا أنهم خط الدفاع الأول عن الوطن بالوقوف إلى الصفوف الأمامية للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره رغم ما يتعرضون له من خطر عدوي، متسلحين في ذلك بالروح الوطنية العالية. كلمات شكر وثناء لجميع أطباء العالم والكويت. شكرا دكتور عشان تساعدنا. كلام طبعا يعجز الواحد انه شنو يقول حق الدكاترة وعن تضحياتهم، وخصوصا انهم تاركين بيوتهم وكله عشان الوطن وكله علشان خدمة المواطنين، وهذا شيء طبعا يقدر لهم، ودائما والناس دائما في بالهم هذه التضحيات اللي يقدمونها. طبعا هم يستاهلون أكثر من الشكر، يمكن كلمة شكر ما توفي حقهم يعني في هذه الجائحة اللي مرت علينا وعلى العالم كله. أتوقع وأنا متيقن يعني انصدموا من اللي شافوه. طبعا أنا أقدم الشكر للدكاترة كلهم، ما قصروا صراحة، والله يعطيهم العافية ولهم الشكر صراحة يعني، حتى المستشفيات نشوفهم جهدهم كبير جدا. مشكورين دكاترة. الواجب علينا جميعا كأفراد وجهات ومؤسسات بتقديرهم وشكرهم وتقديم الامتنان لهم ودعمهم، فتحية إجلال وعرفان بالجميل لجميع أطباء الكويت الذين يضحون بأرواحهم من أجلنا. فهد الزايد، ATV العدالة.